أهلا بكم يا باشمهندسين في المحاضرة الثالثة من محاضرات وسائل قياس درجة الحرارة. هنستكمل فيها الطرق المختلفة لقياس درجة الحرارة. كان المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا بشكل أساسي عن السيرموكابل. النهاردة في عندي 3 وسائل تنهين إضافيين، منها الكوارتز كريستال ثرمومتر، وهو يعني عبارة عن مادة. المادة ديت بيتغير ال المادة ديت بتعرضها لدرجة حرارة مختلفة، بنلاقي إن لو في سيجنال كهربائية، تيار كهربي ماشي فيها، فالتيار الكهربي دوت بيختلف الفريكوانسي اللي خارج منه يعني، وبنلاقي إن هو الريسبونس بتاعه إن كل ما درجة الحرارة تختلف 1 درجة مئوية الفريكوانسي هتختلف 100 هرتز، ونقدر نستخدمه في درجات حرارة تتراوح من -40 درجة مئوية ل 230 درجة مئوية، وهنلاقي عندي السنسيتيفيتي بتاعته تقريبا 1 من 1000، يعني يقدر يقيس لي فرق درجات حرارة تصل إلى 1 من 1000 درجة مئوية، ودي طبعا يعني حساسية مفرطة. لو احنا كملنا الفيديو اللي كنا مشغلينه من شوية نبص عليه كده. Crystals for radio and television applications. The one to the left is a crystal on 8.166 megahertz. The one to the right, yellow one. How you can make that visible? And I've made a test site for this. This is the RF generator. It generates a frequency in this case between 2 and 3 megahertz. This is the counter, and here I've drawn it again. This is the RF generator. This is a coupling capacitor. This is the and so that when the scope is 0.9 megahertz, and now I'm going to tune the RF generator. And you can see that there is an enormous resonance peak suddenly coming up, and that's the frequency on which the crystal طبعا بيدور على الريزونانس فريكوانسي في اختلاف درجة الحرارة. So here that is that's also here the sort of coil in a small. You can see here فإذا من الفيديو اللي فات هنعرف إن في resonance frequency. resonance frequency دوت بيختلف باختلاف درجة الحرارة. طبعا عشان نعرف الـ resonance frequency لازم تكون أخدته vibration، فكل ما تختلف درجة حرارة درجة واحدة مئوية بنلاقي الـ resonance frequency بتختلف 100 هرتز. في طريقة تانية احنا كنا بنشوفها في الترمومترات اللي عاملة زي الشريط دوت اللي بنحطه على القورة، وبعدين ايه بنلاقي ان في عندي درجة الحرارة بتظهر عليه بلون مختلف. هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن ليكويد كريستال بتعرضه لدرجة حرارة مختلفة، بنلاقي اللون بتاعه بيختلف، ونقدر نستخدمه في قياسات درجة حرارة تتراوح من 1 ل 50 درجة مئوية. وهو بيبقى عبارة عن المادة ديت محطوطة بين شريطين زي الشريط بتاع السوليتيب كده اللي هو الفينيل ستريبس، وبنقدر نصل فيه في ريزوليوشن يعني حساسية تصل إلى 1 من 10 درجة مئوية. ومن خلال البرامج بتاع تحليل الصور باختلاف
اللون اللي بيظهر أقدر أعرف توزيع درجات الحرارة زي ما نشوفه في الفيديو ده. هنا هو بيبقى في عندي هنا اللوح دوت تحتيه في هيتر، وهو بيزود درجة الحرارة بتاعت الهيتر، وطبعا في سنسور تاني بيقيس له درجة الحرارة، وباختلاف درجة حرارة الهيتر فاللوح اوريدي درجة حرارته بتختلف، وهو حاطط عليه الشريط اللاصق اللي جواه مادة الليكويد كريستال، وباختلاف درجة الحرارة بنلاقي إن اللون بيختلف. تعالوا كده برضو نكمل، هنشوف هنا لما بيزود أو ينقص درجة الحرارة بنلاقي إن اللون بتاع الشريط الحراري بيختلف. دي الطريقة اللي بيصنع بيها، زي ما قلت لك عبارة عن شريطين من السولوتيب بيحط فيها المادة الليكويد كريستال.